الجو جميل هنا يعني بالنسبه لنا، فانا واصحابي مثلا في حاجات زي كده مثلا ننزل نروح النادي في الجو ده، هو بيبقى الجو هنا بالنسبه للسيده في الحاجات دي تبقى الجو هنا جميل. يا راجل صور، كنت فاكر الدنيا برد. لا يا راجل برد ايه، الدنيا حر جدا. فك يا برد جميل زي ان احنا بنتدفى مثلا بعض تحت البطانيه عشان نتدفى. غطوني ودار على الحاج. طيب حاضر وضل غطوني كمان جبنا كل الوطن. غطوني ودمي شهد. عندنا حاجه اساسيه طبعا سواء كان في البيت او في الشغل، بحب طبعا اجمع انا الاولاد قدام التلفزيون. سنه 80 البرد كان قاسي، لكن برد دلوقتي مش برد جامد يعني. الجو حار مشمر، حراره حارقه، تعبانين وشجانين ومفيش حتى معيشه الدنيا واقفه معانا. جو جميل، بحب البرد، بحب البرد حلو يعني حنين. نص تحتاني مش لاقيه يا فخري. صراحه الجو هنا برده مش برد قوي في الصعيده، بس في الاماكن العاليه زي المقطم وكده بتبقى برد اكتر ابرد. أصعب لحظات بالنسبة لنا يعني مثلا لما يكون عندنا امتحان مثلا الدراسة، فكنا نايمين وبنصحى فرات في الوقت البرد ده. في الامتحان وإيدي مش عارفة أكتب، إيدي متلجة مش عارفة أكتب قوي. المذاكرة عندنا لها طبع خاص شوية أيام الشتاء، كنت ببقى لوحدي صباحي في عز البرد وفي عز التلج، وببقى قاعد جنب مني حاجات بسيطة جدا، كان اللي بيسليني كان الراديو والكتاب وكانت مذاكرتي.